اول وصفه معانا هو محشي البتنجان، بس هنحشيه بالبرغل. عندي هنا بتنجان رومي مغسول وبنقطعه اتنين يعني بالنص بطريقه برضو اهي صحيه جدا جدا. طب هل ينفع يا أميرة الحشوة نفسها استخدمها في المحشي المشكل بتاعنا العادي؟ ينفع يا جماعة، مفيش مشكلة خالص. هجيب هنا سكينة صغيرة وهاخد تشريحات كده داخلية طولا وعرضا للبتنجان، هدخله الفرن. تقدروا تدوله مسحة زيت، تقدروا تدوله رشة ملح ورشة فلفل، تقدروا تدخلوه من غير لا ملح ولا فلفل ولا زيت. ينفع في الاير فراير؟ ينفع. ينفع على البوتاجاز؟ ينفع. هندخله هيطلع معانا بالشكل ده. هنقوم واخدينه بالمعلقه مقورينه، او يعني واخدين القلب بتاعه من جواه وواخدين القلب لوحده عشان هنستخدمه اكيد، يعني اكيد ان احنا مش هنهدر كل الكلام ده. يتقدم بطريقتين، يا اما طبق عادي يا إما جوه القوارب بتاعة البتنجان، يعني ده طريقة تقديم، لكن الوصفة في حد ذاتها هي الوصفة الثابتة معانا. بس في ناس ما بتحبش تاكل القشر بتاعة البتنجان، فعشان كده بقول ينفع أعمل ده وحشي جوه كوسة وبتنجان أبيض وبتنجان أسود عروس وكوسة؟ ينفع. ينفع أعمل ده وحشي جوه قرعاية كبيرة وأدخلها الفرن؟ ينفع. ينفع أحشيه في بصل وطماطم؟ ينفع. كل حاجة تنفع، مفيش مشكلة. طيب هنعمل ايه هنا؟ بسم الله. المقادير الاول خلينا نقول بتنجان رومي طويل ودخلناه اهو، عايزين ترشوا عليه رشة ملح وزيت زيتون ممكن. للحشوة عندنا زيت زيتون وبصل وفلفل وصلصة، كمون وبرغل، ده برغل منقوع في مية يا جماعة، اهو برغل منقوع في المية، برغل ناعم برغل خشن مش هنختلف. طماطم وحمص، حمص مسلوق طبعا، مرقة خضار، ملح وفلفل أو مية سخنة. بعدين في طحينة وزبادي وأعشاب إيطالي للصوص وقت التقديم. هنعمل إيه؟ بسم الله. آدي زيت الزيتون، وهناخد معاه البصل كالعادة ونتبل البصل. يبقى بصل، زيت زيتون، ملح وفلفل، كمون، فلفل رومي، انا هستخدم الاخضر، ممكن تستخدموا الوان، ممكن تستخدموا فلفل حامي لو بتحبوا الحاجه حاميه. ما هذا؟ طماطم، قلب البتنجان اللي احنا قورناه، البرغل منقوع في ميه سخنه لحد ما اشربها كلها وطري ونفش، صلصه، حمص مسلوق، علب او انتوا اللي سالقينه في البيت، وتقليب تقليب تقليب وخلصنا يا ولاد. فهنقوم واخدين البتنجان اللي احنا اصلا شويناه، انا بحب قوي 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 القشر بتاع البتنجان، فانا هاكله كله مع بعضه، في ناس ما بتحبوش. طيب ممكن نعمل يا اميره نحشيه جوه فلفل الوان؟ ممكن. ممكن نحشيه جوه مشروم؟ ايوه ممكن. تعالوا نعمل بقى الصوص اللي هنحطه على الوش، انا ده خلاص مش هيخش الفرن تاني الا اذا عايزين تحطوا على وشه شويه جبنه وتدخلوه تحت الشواية فقط، يعني مش هيخش فرن تحت الشواية بس. هاخد هنا، معلش عايزة اروح اجيب سباتيلا عشان اعرف اقلب وعشان اعرف انزل الحاجة كمان، وهجيب كمان يعني عصرة ليمون، حاسة كده انها محتاجة عصرة ليمون. هاخد ملح وفلفل، ملح وفلفل وليمون، توابل ايطالي او اي توابل عندكم، ميكس توابل انتوا بتحبوه، طحينه وزبادي، لو احتاجنا ميه هنحط، وهنقلب نقلب 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 كده اهو،
بس خلاص. وهنحطه على الوش. طبعا احنا هنحطه دلوقتي على الوش بدل ان احنا نحط جبنه، علشان احنا بنعمل وصفات خاصه بالنباتيين والفيجن والناس اللي مش قادره، او فيجن الاثنين صح زي ما انتوا عايزين، اللي مش قادره ان هي تاكل جبنه. ولكن لو انتوا عايزين تحطوا جبنه حطوا، او بتاكلوا جبنه حطوا. اوكي اوكي هاخد انا البتنجانات هنا. بسم الله. ادخل كده ادخل كده اهو. وبعدين اقوم جايبه الصوص. وابتدي احطه على الصوص. كمان ممكن تسخنوه على فكرة، بس انا دايما حتى في الفتة بحب الصوص بتاع الطحينة والزبادي يكون في درجة حرارة الغرفة، لا سائع ولا سخن، فيبقى فيه كده تناسق في الطعم. لكن في ناس بتحب كل حاجة تبقى سخنة، مفيش مشكلة. وفي ناس بتحب الصوص ده يبقى سائع من التلاجة. وبعدين رشة كده من البهارات الإيطالية.